مرحبا بكم مجددا في حلقة يوم الاثنين 26 ديسمبر 2016. انتم معنا مباشرة على أمواج إذاعة ميديا وحلقة جديدة في الأسبوع الأخير من سنة 2016، وأكيد غنوصل معكم الموسم الخامس في 2017 إن شاء الله. إذن اليوم كما تعرفوا يوم الاثنين تنخصوا دائما الشباب، واللي سواء بادين في المسيرة ديالهم أو اللي أول إطلالة ديالهم. إحنا معنا جوج ضيوف اللي غادي نتكلموا على مسيرتهم الفنية. إذن ضيوفي، كاين ضيف اللي كنت استقبلته كان باقي صغير، كبر اشتغل وجا اليوم، تلاقيته عنده 10 سنين، درت معه لقاء، كان مع سيستم طنجاوا، ودابا الان ولا ايوب افريكانو. مرحبا بك ايوب. الله يبارك فيك منتصر، وشرف كبير انا نكون معك انا في بلاطو دابا من الصغور ديالي. وانا لا ما تشرفنيش، ماشي حيت قلت لك كانت عندك 10 سنين باش نذكروا. شحال دابا عندك؟ دابا في راس العام ان شاء الله نكمل 21 عام. 21 عام يعني هذه 11 سنه. باقي لي 6 ايام. كنت انت اصغر فرد في مجموعه سيستم افريكا طنجاوي، كنت اصغر رابور في المغرب ديك الساعه. ديك الساعه هذيك في ديك الوقت. وشتي الفيديو راه هي في يوتيوب. شنو تتقول؟ شنو اللي خليتي اللي بقى داخلك في داك اللقاء؟ اصلا ملي كنت باقي صغير كنت كنحشم تنهضر، فهمتي؟ ما كنتش كنقدر تنهضر. تما كنتي قلتي ايوب جروب سيستم طنجاوي، واللي هو اصغر رابور، وهذه هي اللي باقي عاقل. باقي كاين اللقاء في يوتيوب اللي بغى يشوفه يدخل. ودابا كبرتي فنيا؟ شويه. توجور الراب. توجور. اوكي، مرحبا بك ايوب افريكانو. اليوم غادي نستمعوا لبعض الاغاني ديالك وتعرف المستمعين شنو درتي من درتي 10 سنين من تلاقيتك الى الحدود الان في 2016. ومعنا فنان شاب حتى هو عنده ما يقول، كنتوا اكيد تتبعوا من خلال لي كوفر ديالو، وانا اكتشفته من خلال لي كوفر ديالو على المواقع الاجتماعيه. واليوم جاب الجديد ديالو غادي يغني لنا لايف. معنا سي بدر الدين المساوي، مرحبا بك. ربي يخليك سي منتصر، لاباس عليك، منور بلاطو. مرحبا بك في طنجة. مرحبا بك، انت من الرباط ياك؟ مرحبا. وجا معاك فنان اللي هو عازف الجوق الملكي، واللي غادي يرافقك في هذا اللقاء. غادي نسمعوا لك هكذايا مباشره ان شاء الله. سي وهيب الكوزي، مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي داير اسيدي؟ مرحبا. الحمد لله، ربي يخليك. قصتك مع الموسيقى بشحال هادي؟ انت هو اصغر واحد هنايا في الاستوديو. دابا قبيلة قلتي لي كبرك، دابا كبرتي دابا صافي، انت عندك الشعر بين، انا باقي الشعر. نعم قول لي. الموسيقى مش حال هذه؟ مش حال هذه، يعني مشوار ديال واحد 20 سنة ديال الموسيقى. نعم درتي تكوين اكاديمي، درتي موسيقي معهد الموسيقى، يعني لورغ. لورغ هي الآلة اللي تتعزف ولا عندك؟ نعم. لا عندي الآلة ديالي. يعني تتعيش بالموسيقى؟ إيه. عن الموسيقى. الموسيقى شنو علاقتك مع سي بدر الدين؟ إيوا بدر الدين، قبل ما تكون علاقة ديال الموسيقى كاين علاقة أخوة وعلاقة حميمية، وتبارك الله كيشق طريقه في تابات، وغادي إن شاء الله يوصل، غادي يكون إن شاء الله علاش لا نجم كبير. داكوغ. أنت ستيل ديالك شنو نسميه؟ حنا عارفين بوب. البوب أيوب عرفناه. الراب ياكل. الراب ار ام بي شويه، واش كنبغيو دير هكذا وهكذا. ندخلوا. نعم قول لي. جيم بوب. بوب تنغني اون غاب فرونسي اونغلي. نسمعوا صوت قبل ما نسمعوا الجديد ديالك هكذا مباشره، نديروا شي حاجه للمستمعين. نديروا شي حاجه اون اونغلي دابور، لان انا عرفتك بلونغلي. داكور، نديروا ستينغ. ندير لي بغيت. اوكي نديروا ستينغ، وعاد نبداو اللقاء المباشر مع الضيوف ديالي في حلقه اليوم. ايوب افريكانو، بدر الدين المساوي في حلقه موزايك ديال اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016. راه قلت 2016 باش تبقى ثاني عاقل ثاني ثاني باش تجي عاوتاني تبقى تعاقل ان شاء الله. غتجي وغتقول لي اعتزلت الغناء. لا لا لا, لا. نزيدوا القدام ان شاء الله. ياك الموسيقى دائما. انتم لي رابور، انتم اللي تكتبوا، انت تكتب الاغاني ديالك؟ كنكتب راسي وكنلحن راسي، ولكن كننزل داكشي في الاستوديو، حيت حنا استوديو افريكا برودكسيون، كننزل داكشي. عندي خايب اذا الويدا جا
يعني بغى يموديفي لي شي حاجه كنحتارم شي حاجه ولا شي واحد كبير عليا ولا نعم. يعني موسيقي عليا كنحتارمو يقدر يكون اللي بدل شي حاجه نقدر نبدلها ونحتارمو نعملو الحاجه ديالي. بزاف الناس كنسمع لهم الهضره ديالي. داكوغ. اذا نستمعوا لبدر الدين المساوي في هذا اللقاء المباشر ونرجعوا لك ايوب ونهضروا على اوكي. مرحبا بكم في موزايك. برافو بدر الدين المساوي تبارك الله عليك السي وهيب. تبارك الله عليك. ربي يخليك. تنحس بك في الانجلي تتكون مرتاح على العربيه و علاش سي فري ميم سي كنغني لاغاب مي اون انجلي كبرت هكا يعني كي كنميل لانجلي كسا. انت كبرتي في وسط عائلي فني ولا بيان سور؟ لا عندي الوالد ديالي عنده اوركستر المساوي يعني معروف شويه في الرباط وبديت معاه. داكور. دونك شنو كنتي تتغني ملي كنتي تتغني مع الاب ديالك؟
c'est ça تنغني كنغني في لاغوب تنغني tout ce qui est anglais ou peut-être chez style جديد d'accord حيتني حيت تستيل جديد هادشي اللي باغي شي حاجه اللي تكون فكره جديده شويه خليجي شويه نعم. راي شويه درتي كونسيرفاتوار ولا لا بيان سور بدر الدين قريت 2 ans سولفيج و ان اون ديال ديال فيولون دابا كندير غير بيانو في الدار قريتي شويه ولا لا قرايه القرايه وي بيان سور جيو مون باك سيتاني اييه ودرت اني بلونش باش شويه نتفرغ للموسيقى الموسيقى الموسيقى انت الان لان خديتي وقت الموسيقى يعني باغي تعيش وتدخل لعالم الموسيقى بيان سور مي ما كنتش غير موسيقى بوحديتها يعني شويه قرايه شويه سبور شويه ما خممتيش دير برنامج كيشاف الاصوات باش تشهر دغيا سي سي شاركت برنامج ماشي شاركت يعني دوزت الكاستينغ وتقبلش مي مالوغوزمون بروغرام تلغى اين هو فين هادشي سميتو جولد مايك فين هادشي في لبنان في لبنان وطلقات ليديسيون وما خممتيش انك تشوف برنامج اخر بيان سور حكم انت تبارك الله عندك الصوت ان شاء الله سون ياك سون مرحبا بك الستيل ديالك ايوب افريكانو انت قلتي الراب والار ان بي المهم لا كولتور هيب هوب كلها باينه فيك انت الستيل ديالك داكشي يعني الالوان انت كبرتي في استوديو مع مع الاخ ديالك كذلك ومع المجموعه يعني انت مني صغير لان 10 سنين تترابي انا كان في طنبراسي كنفهم عرفت الموسيقى شنو تتفهم فاش ان شاء الله بديت كنفهم يعني في الحياه نعم قرب على الميكروفون اها اها زيد كنت كان جبار كان بيلا الخاي اللي هو بروديكتور ديالنا الكبير دابا اللي معروف ما كانش هو هيدا كان في الدار كان هو بيدو كيغني كان كيغني كان عنده كان يغني الراب كان يغني الراب وكان ديك الساعه باقي كاسيت عدلو كاسيت وديك كاسيت كان كيخليوه كيمشي للخدمه ما كانش كاع ديك كيخلي ديك كاسيت واحد النهار انا كيخرج كنمشي كنسكي في ديك بلاي ديك كاسيت كنقول شنو كيقولوا هاد كنمشي كنتصنص هيدا مزيان كنسمع حنار وقال سيدا وسمعني ديك الشيء اللي سجلوه وكان غني جا هو يقول نسيمو لمحمد الدين اللي كنوجه له التحيه اللي هو اسبانيا دابا قال له علاش ما نجربوه شي معنا وهادي ديك الساعه جربوني اي جربوني صدق ديك الشيء اللي كان صدق اي جروب لا ايوب ما كاينش يعني ضروري خصو يكون ايوب ديك الشيء كان حلو في ديك الوقت هذاك كان بزاف مكرهتش انا نرجع للصغر ديالي ونكري شي حاجه اخرى ولكن دوما مشى الوقت علاش مشى الوقت انت باقي صغير لا ولكن في ديك جامي ترو طاف في ديك الفرصه هذيك كانت وانت عندك كل شيء موجود عندك خوك عنده استوديو يعني ما عندكش مشكل ديال التسجيل لا مشكل ديال لا عندي مشكل عدلت البوم ملي بغيت ننزلو جبر صوتي كبير على ديك الالبوم هذا صوتك ولا كلامك لا صوتي وكلامي حيت انا كنت كنهضر على الطفوله وهذه مي جينا ننزلو ديك الالبوم جبرنا كبير زي على داك الشيء ما تقدرش زوين عطيه لشي حد اخر عطيه لشي حد اخر يغني مرحبا مرحبا عطيه انا مثلا انا ها هو باقي صغير اذا اليوم غنستمعوا للجديد ديالك هي قطعه يما لا كيفاش جات الفكره ديال الاغنيه اللي كتبتي وغنستمعوا لها الان فكرة ديالها هي الحلم ديال كل الشباب اللي عندنا دابا هنايا في العالم يعني اي واحد كيحلم يلبس مزيان اي واحد كيحلم يكون كيسوق الحديده طوموبيل سياره جديده وهادي الحلم ديال قلتي حديده كاين اللي ما يفهمش حديده كيفاش تيسوق حديده الحلم ديال اي واحد خصو يوصل لشي حاجه بشي حاجه بسيطه الكلمات ديالك الكلمات ديالي الالحان ديالي ومعاونه سبيل الافريكانو وامينوكس امينوكس شنو دار معك امينوكس لا عاوني صحح لي شي حاجه تصحهم لي كنحترمه وانا في اي حاجه كنحترم ديك السيد هذاك كنوقرو يعني ودا قال لي هذه ما ديرهاش ولا بيد قال لي هذه ما ديرهاش ما كان ديرهاش غادي نستمعوا لي ملا مع ايوب افريكان وراجع لكم في المباشر على امواج اذاعه ميديا مرحبا لكم في هذا اللقاء المباشر على أمواج ميديا وحلقة اليوم حلقة يوم 26 ديسمبر مع أيوب أفريكانو وبدر الدين الميساوي في هذا اللقاء المباشر بدر الدين الميساوي غنسمعوا الجديد ديالو بعد قليل وكذلك مازال غنسمعوا لك تتغني مباشرة وأيوب كذلك غادي نعاودوا نستمعوا لك في هذا اللقاء المباشر الموسيقى أنتم شباب وكل واحد عنده أنيفير ديالو كي تتشوفوا الآن سواء أنت في ستيل ديالك اللي هو الهيب هوب كل المشتقات ديالو أو أنت يا في الموسيقى العصرية أو الغربية كي تتشوفوا أنتم الآن في 2017 كيفاش أنتم غادي تدخلوا ترسموا سميتكم اللي تكون
مبصومة ومعروفة، شنو هي الاستراتيجية ديالكم احنا داخلين الى 2017؟ أيوب يلا. أنا عندي فواحد كارير في راسي، وفواحد الوقت خصني يرجع عندي السيل، نكري السيل ديالي أنا بوحديتي، فهمتي؟ يعني مادام باش تفرض راسك خصك ضروري تعمل شي حاجة ماشي فحال الناس، فهمتي؟ خصك ضروري تحاول تعمل شي حاجة اللي ديالك. شنو هو السيل اللي أثر عليك أنتايا وكونك الشخصية ديالك الفنية؟ الرابور، شكون هو الرابور اللي انا ملي كنت في الصغر ديالي كنت كنسمع تينيزيانو سوبرانو والراب فرونسي، هو اللي كان كيعجبني في ذاك الوقت. الحق دابا كيعجبني نسمع كريس براون، كيعجبني نسمع جيستين بيبر ودو ويكاند، هادو هما اللي كيخليوني نشوفهم ونزيد نقدم، فهمتي؟ دابا كيفاش نقدروا نخليو حنا ستيل او الراب المغربي يكون عنده لاتوش ديالو ويوصل للعالمية؟ علاش لا؟ شنين في نظرك انتوما كشباب وتتبحثوا والان كل شيء ولا قدامكم هاد الانترنت والسوشيال ميديا سهل لكم المأمورية ياكلوا لا، يعني انكم تقدروا تبدعوا، تقدروا تخدموا، تقدروا تسافروا وانتوما جالسين في الدار ديالكم؟ كل شيء من الانسبيراسيون، فهمتي؟ نعم. يعني ودات انسبيريتي شي حاجه مزيانه ساعتي شي حاجه مزيانه، يعني بحال عم نشوفك مع مشباتك ما سمعتيش ناس ساعتي. نعم. يعني اذا كنتي كتسمع شي حاجه ما توصلك شي، وداك تقدر تكون كتسمع عن شي واحد اللي تبقى تانسبيرا منه مع مده تعطي شي حاجه تبقى تخرج لك عفويه ما تفطنش بها. وانتيا بدر الدين؟ انا مركز بزاف على تو سكي سونتيمونطال، كيعجبني سونتيمونطال بزاف، لا من ناحيه العزف ديالي من ناحيه الغنى ديالي، يعني كنصنت سونتيمونطال بزاف. يعني السيل اللي باغي نكري هي موسيقى ريتميك مي سونتيمونطال. انت تكتب شويه ولا تنكتب؟ ما كاين اللي كيكتب لي، كاين اللي تكتب لي. نعم. انت كي تشوف راسك الوغ في 2017 شنو هو الستيل اللي غتبقى فيه؟ في سونتيمونتال كاين جمهور ديال سونتيمونتال؟ كاين جمهور، ما يمكنش نمشي في هذا الدومين ديال سونتيمونتال حيت راك عارف. انا قول لي انا ما عارف. يعني دابا حنا في واحد الموج اللي خاص البيت اللي كان خاص يكون الايقاع، خاص يكون ايقاع سريع. نعم. داكشي باش دابا ان شاء الله تسمعوا نكرك، هو ستيل جديد. يعني استعملت فيه دي انسترومون جداد، كلمات جداد، حتى قصه هي ماشي جديده، هي واقع نكرك. كلمات ديالك. كلمات ديالك. علاش تتكلم نكرك؟ ما بقيتش باغي نتفكرك، الا نسيتي شنو درتي نذكرك. هذه اول اغنيه ديالك؟ وي اول اغنيه. ما يلا عاودتها، عاودتي ليها شنو التوزيع ولا شنو؟ نو ما عاودت. غير عاودت ليها. وي دابا قول لي شنو عاودتي ليها باش توزيع؟ توزيع عاودتي ليها التوزيع؟ ما كنتيش مقتنع افيك واي بوكوزي. داكور، دونك هذيك اول اغنيه ديالك نقولوا في المسيره ديالك الفنيه. وي سي مون بروميير. لان كاين الجديد اللي غنستمعوا له اللي هي انت اللي بغيتي، ما غنستمعوا لها. اذا غنستمعوا لك في النكرك بدر الدين المساوي. لافيتي دو موزايك. النكرك اول قطعه في المسيره ديالو بدر الدين المساوي اللي عاودتي ليها التوزيع، والتوزيع ديال سي وهيب. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. عاونوا الشباب ياك ولا لا؟ بيان سور. كي تيجيك الصوت ديالو سي وهيب ديال الصوت ديالو جميل جدا، الصوت ديالو تيغني مزيان تبارك الله. انت شنو تنصحوا بحكم انت عندك عندك تبارك الله تنسمعوك تنتفاعلوا معك مزيان، شنو تنصحوا انت يمشي على اي نمط؟ لانه هو تيغني بالعربيه مزيان، عنده مخارج حروف تبارك الله، يا سلام. لونغلي عنده مخيره. شنو تنصحوا انت؟ انا كنصحو يغني الاغاني ديال لونغلي، ديال يغني اغاني ديال لونغلي بان ستيل ديال الشباب. ولكن هنا الا غنى اون لونغلي ستيل الشباب يعني ما غاديش كلشي يسمعوا الا بغا ياك ولا لا؟ يمكن ليه يغني اغاني ديال لونغلي وشويه تكون فيهم واحد لا توش اورينتال او توش عرب او شي حاجه من مغربيه، من الفولكلور المغربي او من ديال ان ميلونج، ويغنيهم بجوج باش يكون عنده واحد الصبغه ديال من هنا ومن هنا، باش الجمهور كله يسمعوا ويتفاعل معه ويفهموا واش كاين. لانه هو الان في البدايه ديالو، يعني الان خاصو يعرف راسو تما فين غيمشي وباغي يسيبلي اش من بوبليك. الان انت تسيبلي اش من بوبليك بدر الدين؟ شنو بوبليك ديالك؟ لارج كلشي، ما عندي يعني يسمعوك الكبار والصغار، ولكن كل الكلام يكون زوين. بيان سور. انا لاحظت دابا في لي سينجل ديالي راه يعني كلام بسيط واضح. نعم. الرابور اللي بعض المرات حيت كيعالجوا مواضيع نقدروا نعالجوا مواضيع، ولكن ما نقدروش بلا ما نوصلوا لشي كلام اللي تقدري انه ما يدوش في الاذاعه، يقدر يدوش في يوتيوب، ما كاين مشكل. فهمتيني؟
ياك ولا لا؟ دابا انت متى تغني؟ دابا انت بحكم انت رابور، لمن هذا الراب، لمن تتصيفطو، لمن كتوجه به ميساج يعني مجتمع الناس يسمعوك؟ اي ولكن ماشي انت يعني كاينين بعض لي رابور ما تندويش على المغرب باش الناس ما يفهموش غلط. بعض المرات تنمشيو للكلام نابي، كلام ديال الزنقه باش يقول لك، تقول لك هذا هو الكلام ديال الزنقه. لا هذه فكره غلط. الو كيفاش؟ الو شرح لي الفكره ديالك ايوب. اصلا كل واحد وكيفاش كيفاش كيفاش المونتاليتي ديال العقل ديالو، فهمتي؟ يعني كل واحد وكيفاش عاش. كل واحد كاين اللي كيخير راسو غينغستا وفي امريكان وهادي، وحنا ما ننساش حنايا في المغرب ماشي امريكان، فهمتي؟ حنا دوله اسلاميه ماشي دوله امريكانيه باش نعملوا ديك الشيء هذاك باش نرجعوا حنايا فحالهم. علاش هما ما يعملوا شيء بحالنا؟ حنا نعملوا ديك الشيء ديالنا وديك اللي يسمعوا الناس كاملين، اللي يدخل تسمعوا يماك، يسمعوا باباك، يسمعوا خاك الصغير، بنت اختك، يسمعوا كل شيء، فهمتي؟ دائما تجنب ديك. نعم. ولا بغيتي دير فيرسيون ديال اليوتيوب، بغيتي تقول الكلام اسمها فيرسيون راديو ولا فيرسيون اللي بغيتي بالراب، يمكن لينا نحلوا المشاكل. كتقدر كتخرج بزاف، حنا نقولوا بان الفن هو رساله. ها كاينه بزاف. دابا انت الرساله ديالك انت يا ايوب شنو باغي دير بالراب؟ ماشي باغي تغني، لان انت من الصغر وانت تتغني عارفينك، ولكن شنو باغي؟ شنو الرساله اللي باغي توصل انت بفنك؟ باغي نوصل الرساله ديالي انا ان شاء الله. انا ماشي وباقي نمشي دابا، هادشي كامل اللي داز كنحسبو باقي ما عملت والو يعني. كنحسب ايوب واخا 10 سنين في الدومين ولا هادي، كنحسبو ما عمل والو. ديما كنفكر اللي ماجي، ديما اللي داز كنقول انا ما عملت والو. يعني واخا نوصل ونوصل ونوصل، ما تبانليش راسي وصلت. يعني ماشي نوصل لواحد النقطه وغنبقى زعما دت وصلتي تبقى تسمى مثلا خصك تكون كتمشي لهاد البلاصه هادي، ما تمشيلهاش حيت وصلتي وهادي. نعم. وهادي. لا لا انا كنتحدى هادي وخصني نبقى انا كيف انا، يعني كيما بنادم كيعرفني في الاول تبقى كيعرف... على صباحك. كيبقى هادي. شحال عندك من اغنيه ايوب؟ عندي اللي ديالي بوحديتي يكونوا شي 9 وياخرين اللي مع من غير داك الالبوم اللي كبرتي عليه. لا داك معفي معفي هذاك خارج قصه حايله انا نعطيه لسواهيب الكوزي. مرحبا غالي جي معاه. حنا في هذا المباشر نبغي نذكركم مستمعينا الكرام ان بعد الموجز الاخباري غادي نربطوا الاتصال بحمزه ازروال، غيكون معنا مباشره من السنغال. هو فنان رحال اللي قرر انه يهز كادو ديالو ويجول افريقيا على رجليه. دونك وعدته بانني غادي نساندو في كل بلاد يكون، غادي نشوفو شنو دار باش نشجعو. وغايقول لكم في هذا المباشر تقدر ديرها نتايا، تهز كادو تمشي لافريقيا على رجليك؟ لا نمشيو شي سان تيطوان عاد نمشي حتى لافريقيا الجنوبيه ولا افريقيا كلها؟ انت غتسولو غيكون مع لا 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 هذه المحطه الثانيه ديالو، دار موريتانيا السنغال ومن بعد غادي لافريقيا. هو غادي يعطينا البروغرام كل شهر في بلاد، وانا كنت نمشي على رجليه الغابات والويديات. باقي شاب صغير ما عنده حتى شي 22 23 سنه، غادي يكون معنا مباشره. نديرو شي حاجه، كنسمعوك بالعربيه، سمعناك تتغني اون انغلي مع سي وهيب، شنو دير لينا؟ ماكروش اون بيت بونسي بور سيد سعد مجرد. اي اون بيت بونسي الله يفك صراحه. شنو امين شنو غادي دير لينا؟ جيتي في بالي امبارح، جيتي نعم قطع منها، نديرو عام قطع منها. انتم معنا مباشره على امواج اذاعه ميديا، وما نساوش بان ككل يوم اثنين تيكون معنا الشيف موحى، ونشوفوا شنو محضر لنا اليوم الشيف موحى من خلال الضيوف ديال الموزايك اللي تيكونوا معنا وتقدموا له وجبات اللي غنشوفوا الطريقه ديالو. يلا نسمعوا لك بدر الدين المساوي اون بونسي بور سعد المجرد. تاع ترى غتغنيها مع ربعه مسخمم فاش اوكي جيتي في بالي امبارح وتمنيتك معايا، جيتي في بالي امبارح وتمنيتك حتايا، طول الليل وانا سهران فكر غير فيك، طول الليل وانا سهران فكر غير فيك، ما عندي كلام يوصف شوقي ليك واحساسي،
صعيب العيش بلا بيك يا أغلى ناسي. حبي لك ما عنده حدود وما عنده نهاية. حبي لك ما عنده حدود وما عنده نهاية. عليك كنصفقوا عليه تبارك الله عليك. وسعد المجرد اللي فتح الابواب الشهرة لهذه الاجيال لانه هو تبارك الله عليه هو اللي نقولوا دابا ليكون ديالكم نتوما كشباب لان كل شيء تيشوف راسو في سعد المجرد كل شيء تيشوف انه لو سعد المجرد وصل راه انا حتى حنا نقدروا نوصلوا بالاجتهاد المثابره والصبر ياك ولا لا كاينه دونك عارفين بان الميدان راه ماشي ساهل عارفين داخلين يعني الا خدمتي توصل الا يعني وخاص الصبر الصبر يعني انتم هذا الجيل ما عندكم الصبر يعني بغيتو كل شيء يوصل دغيا لا 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 ياك ولا لا سي وهيب انت تنهضر حتى تشوف فيا بدا تعيط حيت كلامك معقول نورمال لان الواحد مزيان يبني الساس لان ملي تتبني شي حاجه دغيا دغيا تتاح داك الشيء دغيا الواحد اللي بنى داك الشيء ساس مزيان وغادي بشويه بحالك انت تبارك الله عليك من ديزون انت يا خدام وغادي بشويه وانت تبارك الله عليك كبرتي في جو فني وتحيه للاب ديالك اللي معنا في الاستوديو لان خاصو حلقه حتى هو سي مصطفى المساوي حتى هو فنان وان شاء الله يكون ضيف ديالنا وتنسمعوا له والله ها ياك ولا لا خاص شويه الصبر ضروري ما كاينش تخوفات انت تشوفوا هذا الشيء اللي جاري الان وما حد كدير شي حاجه كتبغي ما عندك مناش تخاف تخاف من هي سي فري ملي كتقدم شي حاجه عندك عندك اللي غادي يبغيوك واللي غادي يكرهوك يعني شي حاجه طبيعيه في كاع لي دومين ماشي غير في الموسيقى في الاتليتيزم في الموسيقى في حتى في الخدمه اللي عاديه يعني كل شيء يعني كيكون اللي كيبغي اللي معاك واللي ضدك ايوب باقي جمهور ديال الراب في المغرب الحمد لله باقي بالنسبه لي انا ما كنتش كنشوف هذا الشيء وما كنتش كنتوقع بلي عندي لي فان وعندي بزاف د الحاجات اكتشفت في سفر مشيت لكازا مشيت لمراكش كنعمل بلي انني في كازا ولا في مراكش كيقولوا لي خصني نتلاقاوك وهذه وتلاقيت بالناس وداك الشيء ما كنتش كنعرفو انا ولا كنت كنتصور صراحه حسن وشنو تتقول كاين تخوف تتقول لا دابا خاصني لا لا بالعكس هما دوك هما بيهم باش دابا كيزيدوا يحمسوني كيزيدوا باش نزيد القدام ان شاء الله دير شي كليب انت في يوتيوب حاطه شحال عندي كليب ايوب افريكان وبقى حاضين بقى حاضين بقى حاضين شكون اللي غيبقى حاضيك اللي غنستمعوا له الان لما انت تقول بقى حاضيني يا ايوب بقى حاضيني واحد الكلمه عندنا متداوله يعني كل شيء كيقول حاول لا خاصه في موضوع التيزم وداك هو كان هذا الشيء اللي جاري هادشي مع مواقع كان هذاك الروتورد ايوب فهمتي حيت انا كنت وقفت ملي كنت وقفت شحال وقفتي وقفت شي 4 سنين ولا 3 سنين شنو كانت واحد الفتره ديال التامل تشوف واش غتكمل ولا ولا كنتي مشغول بحاجه اخرى قلت صافي قلت صافي مشى لي داك الشيء قلت صافي شنو اللي مشى لك قلت صافي ما نزيدش نقدر قلت ما غنغنيش واقيلا صافي جات واحد النهار كنا في الاستوديو انا وبيلا خاي كنا راس في الراس بوحديتنا وكان كيعدل شي حاجه قال لي دخل دخل ايه هذا هي كنضحك دخل قال لي لا والو ترجع قلت له شنو قال لي ترجع قال لي هادشي اللي كنقول لك هو اللي كاين سمعت هو اللي كان حاضيك اذا هو اللي حاضيني هو اللي قلت لي بقى حاضيني اصلا بلا بلا ما كنتش نكون انا بقى حاضيني وراجع لكم ايوب افريكانو على ميديا
L'invité de Mosaïque. انتي اللي بغيتي الجديد ديال بدر الدين المساوي ونقدروا نقولوا البدايه ديالو بدات من خرجتي هذه الاغنيه. وي. ديال من الكلمات. الكلمات ديال السي محسن الوزاني النجري اللي كنوجه ليه تحيه كبيره 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 بزاف. اللي عاوني بزاف من غير الموسيقى. والموسيقى شكون اللي صاوب لك توزيع الموسيقى؟ حمزه الغازي. داكور. تبارك الله عليه حتى هو طاقه كبيره. اغنيه جميله يلا نزلتيها، هذه نقولوا اول اغنيه اللي يعني صافي اللي غتطبع بها دابا اوفيسيال. ما درتيش لها كليب هذه؟ ارت وورك ديال ايوب حمليلي اللي هو صديق ديالي. داكور. والكليب راه هو يعني الارت وورك راه هو في يوتيوب. شحال جمعتي شويه؟ انت تيهمك تيهمك انك يكونوا لي فيو ولا لا؟ لي فيو يجيو مع الوقت. يجيو مع. وانت يا ايوب افريكانو؟ دابا حنا في واحد الوقت ديال لي في صراحه فهمتي. كاين اللي تيتشرا وكاين اللي كاين. دابا بنادم مابقاش كيشوف شني عنده، كيشوف شحال عنده. داكور. مابقاش زعما يشوف الفن ولا كيشوف شحال عنده عاد كيسمع له. مع الاسف كيقطعوا لك ولا كتشوفوا على حسب شني عنده. مابقاش تكلمت لكم قبل عندكم على السفر، تتسافروا شويه عجل لكم تسافروا ولا لا؟ شويه ولكن ماشي في الطياره ولا في الطوموبيل ولا في الموتور، تمشوا على رجليكم. ما عمركم درتوا هذه القضيه؟ غادي نمشيو للسنغال مباشره مع واحد الشاب اللي كنت لقيته في مدينة الرباط وتكلم لي على واحد البروجي أنه غادي يسافر وغادي يسافر في إفريقيا كلها على رجلي. قلت له أو قال لي وي غادي نهز كي فوق كتافي بحال الأغنية ديال المسكير وغادي نمشي نجول ونشوف تقاليد ونشوف حضارات ونشوف بلدان. قلت له أنا معاك وغادي نساندوك من خلال برنامج موزايك على ميديا أن، غادي نبقاو غادي معاك فين ما كنتي. وصل البارح للسنغال، هو في العاصمة الآن، وتحية للمستمعين في السنغال التي يستمعوا الميديا أم بزاف بعد ما كان هو في موريتانيا، وتحية كذلك للمستمعين موريتانيا وكذلك الناس اللي تلقاوا في الطريق ديالو اللي رحبوا به. معايا حمزة أزروال مباشرة من داكار بالسنغال. السلام عليكم حمزة. السلام عليكم سيمون. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله على سلامتك وصلتي للسنغال. الله يسلمك. اذا بعجاله، انت درتي واحد لو كونسيبت اللي هو المواقع الاجتماعيه هاشتاغ غاديين هاسكك وتتسارع عبر العالم، ولكن العالم اختاريتي اول محطه هي افريقيا اللي عايشين فيها احنا، يعني من بعد موريتانيا الان وصلتي البارح للسنغال. كي كانت العبور ديالك من المغرب لموريتانيا وفي موريتانيا الحاجات الزوينين اللي عشتيها شنو هما؟ يا من بين الحوايج اللي عجبوني بزاف في موريتانيا هما الاحترام ولا حسن الضيافه اللي عند الناس الموريتانيين، سورتوني كيسمعوا انك مغربي كيضيفوك بواحد الطريقه اللي ما كتصورش. انا عجبتني بزاف لدرجه شديت لوطيل برا وحده المرحله ديال موريتانيا كامله تقريبا. يعني كنتي تتبات عند الناس تيستقبلوك في البيت؟ تيستقبلوني بوغ انا يعني كيسكوين باش نشانجيو لي كلشي ديالنا، نشانجيو بزاف الحوايج. ومعايا فنانين شباب هما تيسمعوا لك اللي تنظن ما تقدرش تكون عندهم هذه الجرأة وما عندهم الجرأة يطلعوا فوق المسرح ويغنيوا قدام جمهور، ولكن يمشيوا على رجليهم ويمشيوا لافريقيا ويتساراو. تنظن خصني يرجع صاحبي هذا. خاص يرجع صاحبي حمزة أزروال. معك أيوب افريكانو رابور تبارك الله عنده جمهور، وبدر الدين المساوي حتى هو تبارك الله عليه. تبارك الله عليك اخويا والله يكون. ألو حمزة أزروال، أنت وصلتي للسنغال البارح، أنت في داكار ونازل عند رحالة آخر اللي سميتو عثمان زولاتي، ونوجه له توا تحية لأنه هو هادي عامين هو تيجو لأفريقيا. واش أنت غادي دير بحالو أنت عامين ولا غتاخذ نوت سيركوي؟ هاد الساعة كنفكر ندير إفريقيا الغربية بوحدها، عاد من بعد نكمل يعني نرجع للمغرب نعاود نكمل إفريقيا الوسطى ويا الكونتينون أفريقيا، عاد ندير لي زوطخ كونتينون إن شاء الله. إذا الآن أنت في السنغال، المحطة الجاية فين غتمشي؟ طول الإنستان كنفكر نرجع واحد شوية في داكار، عاد نسالي السنغال كاملة، يعني ندور السنغال لمشرق الغرب الشمال، ومن بعد ندخل لاكومبي. مع لاكومبي نشوف الفيزا لكاب فيغ سي جي بوسيبل باش نقدر نمشي لها، حيت هي جزيرة بوحدها
نعم كنت باغي نعيش من بزاف الحوايج ان شاء الله. ان شاء الله وتنتمنوا لك التوفيق، وانا كما وعدتك احنا معاك في وانت نسلطوا الاضواء عليك، ولكن كاينين بزاف الرحاله دي جون اللي خداو هاد الانيسياتيف سواء المغرب او خارج المغرب انهم يمشيو يسافروا ويتلاقاو مع ناس ويعيشوا حياه اخرى، لان انت يا في المغرب كنتي في بلادك عايش واحد ستاندارد دو في، مشيتي لتما يعني ما بقاش يعني داركم وامك والطاجين وكذا وشيوات. اون فوا فت لي فرونتيير دو المغرب طرالي واحد لو شوك شويه، حيت كتشوف خليتي بزاف د الحوايج زوينين في بلادك، كتدخل لا موريتاني كتلقى الناس تقريبا لي سون با ديفلوبي بحال بلادك، ولكن الحاجه اللي عجبتني هو ان الناس مزيانين بزاف. نعم استقبلوك في موريتانيا. نعم سي اوترومون كاين انسان كيقول لك لو مونتي سينيغال سون دي فخير، هذه اول كلمه سمعت من حد قرر لي السينيغال. ايوا اذا انجوي يور تريب في السينيغال ومن بعد المحطه المقبله وتهلا في راسك واتخي بيانتو. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. تبارك الله عليك اخويا، كنتي معايا مباشره من السنغال، بغيتو تتبعوا سواء على المواقع الاجتماعيه او ديروا هاشتاغ غاديين، فكره جميله. انتم غنسافروا بالموسيقى معكم كما وعدنا اكزاكتومون. كنا وعدنا المستمعين انكم شنو نقدروا نديروا شي حاجه هكذايا قبل ما نستقبلوا الشاف موحه، شنو نديروا للمستمعين؟ نحاولوا نديروا واحد شي حاجه امبرو. يلا اذا سي وهيب الكوزي تفضل طلق لنا شي حاجه انسترو اللي خدم عليها سي ايوب افريكانو بالراب وسي بدر الدين المساوي، ونشوفوا شنو غادي تعطيونا هكذايا مباشره على امواج اذاعه ميدي ان. قبل ما خاطر في خاطر مستمعي ميدي ان سيك واحد جوج معاك رابور حور جيه هو الاول، معاك دكتور الشر اللي كان باغي زول ماشي دابا عاد تسول، واذا تلفتي رجع سيناريو من الاول، كاين الشخصيات كاين رجال الصح وكاين اللي لونهم يتحول، وانا راني شايف وماشي غير بعيني عليك راني خايف لا تكون غير ظلمني، والكل عرف طبيعتي مره عيشه في الفرحه مره في بحور الهم، ما قدرت الحكمه صح حيت بورجي هو اللي حكم، راني ضيق السم ما حتي العذاب المكتب ما حتي الغدر الاصحاب، ما بقيت غير ما بقى عندي خطر، لا الدار هو اللي جاب كيما جاب قدر يدي، واللي شمات هاد الساعة هادي ودي، واللي راجل راني عاد قيمته قدي كيما كان الحال، هادي سلعة رخيصة وانا منها هزيت يدي. بدر سير journey will end, but I know where to start, so wake me up when it's all over, when I'm wiser, when I'm older, all this time I was finding myself tonight, I didn't know I was lost. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. برافو ايوب افريقانو بدر الدين المساوي على هاد لامبرو كوم سا بو ميلونج. اذا ايوب افريقانو المشاريع المقبله ل 2017 شنو كاين؟ عندي ديو مع واحد الفنان اللي ما نقدرش نقول سميتو، وكان عطينا الحرف الاول. لا انا ما نقدرش. فنان ولا فنانه؟ لا فنان. واخا عندي سمع فنانه، وعندي واحد اللي نقدر نقول سميتو اللي معنا في الاستوديو يحيى الظلمي، كنوجه له التحيه لواحد الولد يشق الطريق ان شاء الله من دابا واحد شويه. وكان عندي ديو مع واحد القصري اللي ما نساوهش حتى هو، وكنشكر طاقم افريكا برودكسيون كامله، حمزه الغشاوي، بلال افريكانو، امينوكس، دراري كامله اللي كتساند اي يوم بعد ولا مقرب، كنوجه لهم التحيه، وكنوجه تحيه لفان ديالي تيم والارمي اللي عمري ما كنساهم دائما انا حاضر معاهم. ايوب افريكانو في لي ريزو سوسيو. ايوب افريكانو. ايوب افريكانو. تنتمنوا لك التوفيق، استمتعنا بهذا اللقاء معك. شكرا بزاف. ونتمنى ما نتسناوش ثاني 10 سنين اخرى ترجع لعندي. يا كل لا. بدر الدين المساوي استمتعنا معك بهذا اللقاء. شنو محضر ل 2017؟
كاين امل, كاين امل بزاف ان شاء الله. جينا في الطريق, ستيل جديد, كلمات جداد, الحان جديد, جداد حتى هما. عندك شركه اللي تتنتج لك ولا الاب ديالك؟ الاب ديالي سي مصطفى المساوي. الله يخلي لك. داكور, تبارك الله. كنشكر السي واب حتى هو معاوني, وكنشكر بيبو سي بيبو الوالده مسكينه حتى هي منساوش لالا امينه. اي والله يخليها لك. ولي فان ديالك في لي ريزو سوسيو بدر الدين مساوي. وي بدر الدين مساوي. تبارك الله عليك, ربي يخليك. استمتعنا بهذا اللقاء معك, تنتمنوا لك التوفيق واغنيه جميله الاخرى اللي سمعنا ديال انت اللي بغيتي, ونتمنى ان منى تبرمجها ديما نديرو لو بوز بيك افيك بليزير. هي تقول لك مرحبا, يستحق يستحق. سينا الطاقم ميدي ان كامل كنوجه له تحيه كبيره. تسلموا عليكم كلهم, كنشكرهم على الاستضافه. مرحبا, شرف كبير لينا. مرحبا وشكرا لك السي وهيب الكوزين تاع عجيب بالجوق الملكي. تنتمنوا لك التوفيق, وتحيه لكل الافراد ديال الجوق الملكي, وتنتمنى لك التوفيق. وشكرا على هذه الجينيروزيتي. نبغي نذكركم مستمعينا الكرام ان اعاده هذه الحلقه الواحده صباحا غادي نودعكم, ونقول لكم شكرا لان غنستقبل الان. انا ما سخيتش بكم ولكن الوقت تيدوز. غنستقبلوا الان الشيف محا على ميديا.